ولله الحمد في الحالة الممطرة الأخيرة اللي جت على حفر الباطن كانت كمية الأمطار ما شاء الله يعني وصلت إلى تقريبا 117 ملي متر مكعب. ملاحظ أن أكثر الأودية جرت، لاحظنا وادي الباطن جرى إلى تقريبا مسافة 36 كيلو متر مربع شمال حفر الباطن، بداية من شمال حفر الباطن إلى تقريبا الكسارات المتواجدة شمال حفر الباطن. طبعا الكسارات الوادي جرى ودخل في الكسارات مما ساهم في إيقاف في جريان الوادي، وأتوقع أن لو ما كان موجود حفر الكسارات ممكن امتد إلى تقريبا أكثر من 40 كيلو متر مربع. وادي الباطن هو امتداد لوادي الرمة في السنوات السابقة، طبعا يمتد تشكل وادي الرمة بداية من عروق أو روافد من المدينة المنورة ثم تصب إلى منطقة القصيم، فيتشكل وادي الرمة ثم يتواصل امتداد مع وادي الباطن. في السنوات الأخيرة تشكل نفوذ ثويرات فصلت وادي الباطن عن وادي الرمة، كذلك الآن امتداد وادي الباطن هو في مكان حوض اللي هو أم عشر. أم عشر هذا حوض لوادي الباطن تجمع فيه المياه من الروافد والشغايا، ثم يجري من أم عشر مرورا بوسط حفر الباطن وشمال حفر الباطن امتدادا إلى دولة الكويت وكذلك شط العرب في العراق. طبعا وادي الباطن هو امتداد وادي الرمة، وهو شيخ الأودية يسمونه اللي هو وادي الرمة. كذلك يبلغ طوله مسافة تقريبا 240 كيلو متر مربع، وعلماء الجيولوجيا يذكرون أن هذا الوادي في العصور السابقة كان يتشكل فيه بحيرات يمكن استمرت إلى سنتين موجودة البحيرة، حتى أن الطيور جت طيور غريبة مهاجرة من دول واستقرت لقرابة سنتين على شكل بحيرة كاملة في وادي الباطن.